بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 13. اليوم حنتكلم كيف نقرأ المقدمة، كيف نقرأ التقرير CDC، وأعتقد أن المحاضرات المهمة جدا. في البداية إحنا حنتكلم أكيد على CBC، وإحنا بنتكلم على RBC حنعرف الأنيميا، ما هي الأنيميا، ثم حنتكلم كيف نعمل نظام عشان نقرأ CBC ريبورت، وبالتالي لابد نعمل سكيم للأنيميا بحيث أنه هذا السكيم يكون ماثل أمامنا تماما، وأنا أعتقد أنه حيسهل لنا أمور كثيرة. أولا ديفينيشن الأنيميا، ما هو تعريف الأنيميا؟ تعريف الأنيميا هي reduction below what is expected in one of the following parameters: hemoglobin, RBC count, hematocrit. وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه ساعات نجي في بعض الكتب يقول لك أقل من 13 جرام بير ديسيلتر. بالتأكيد ما نقدرش نقول هذا الكلام، لأنه بالنسبة لقضية العمر له دور كبير، السكس له دور كبير. فأنا أعتقد أنه التعريف الصحيح أنه هو في reduction below what is expected in one of the following: hemoglobin, RBC count, والهيماتوكريت. طيب تعالوا الآن نتفق على النظام اللي حنقرأه CDC. النظام حقنا كالآتي، هو 3-3-1-1-1، هذا النظام اللي حنمشي عليه، وإن شاء الله حيكون نظام سهل جدا. هذا طبعا كل هذا 3-3-1-1-1 هو للآر بي سي ستادي، هذه نقطة لابد تكون في الذهن. تعالوا الآن نفصل فيهم، إيش الثلاثة الأولين؟ الثلاثة الأولين هو هيموغلوبين، آر بي سي كاونت، والهيماتوكريت. تعالوا نشوف اللي حيحصل فيهم. الهيموغلوبين طلع نورمال، والآر بي سي كاونت نورمال، والهيماتوكريت كاونت نورمال. يفترض خلاص ما عاد داعي اقرا الثلاثة الثانيين، ولا اقرا رقم واحد اللي قبل الاخير، ولا واحد الاخير ما عاد اقراهمش. هنا في نقطة مهمة فقط يعني تكون في الذهن، اذا طلعوا نورمال تكون عيني فقط على الار دي دبليو اللي هو ريد سيل ديستريبيوشن ويت. اذا طلع الار دي دبليو انكريز معناها انه هذا عنده الايرلي ايرن ديفيشنسي، فلا بد تكون في بالي انه هذا قد عنده بداية early اللي هي للآيرن ديفيشنسي. لكن لو طلع نورمال خلاص انا اكتب الريبورت انه ار بي سي ستادي از نورمال وذ الايج اند السكس، يكون في بالي شيء نقطه مهمه جدا اكسبت الهيموجلوبين فاريانس، لانه جزء زي ما حتعرفوا من الهيتروزايجس كل شيء نورمال بيكون، سواء في الالفا ثلاسيميا، في العمليه الثلاسيميا البيتا، وحنتعرض لهم بالتفصيل. بمعنى اخر، ما معنى الكلام هذا؟ ما استطيع اجزم ان الشخص هذا نورمال تماما، لكن انه احنا بنقول ان الار بي سيز نورمال، لكن يكون في بالنا قضيه ان الهيموجلوبين فاريانس دي ان تكون في البال، خاصه في الناس اللي مقبلين على قضيه الزواج. طيب احنا اتفقنا الان ان لو كان الهيموجلوبين، هذه الثلاثه الاولى طبعا، الهيموجلوبين ديكريز، والار بي سي كاونت ديكريز، والهيماتوكريت ديكريز، خلاص احنا امام انيميا ما عاد فيها كلام. اذا تشخيصي ان في انيميا، وبالتالي ما دام في انيميا لابد اني اقرا كل السكيم حقنا اللي هو ثلاثه اللي قريناهم. حنقرا الثلاثه الثانيين 3-1-1-1. تعالوا نشوف الثلاثه اللي بعدهم. الان ناخذ القاعده انه اذا طلعوا هذا الثلاثه كلهم ديكريز انيميا، لابد اقرا الثلاثه اللي بعدهم واقرا الواحد واحد واحد. الثلاثة اللي بعدهم هم الـ MCV والـ MCH والـ MCHC. هذول ايش الفائدة منهم؟ بيحددوا دول الـ Type of Anemia، وهم في منتهى الأهمية مهمين. تعالوا نتكلم وندردش عليهم. لو حصل هذا اللي قدامكم الآن، هيموغلوبين 9 جرام بير ديسيلتر، والـ RBCs 4.5 مليون في المليمتر المكعب، والهيماتوكريت 29%. الآن بالتاكيد انه في هيموجلوبين ديكريز وفي الهيماتوكريت ديكريز، اكيد انيميا. اذا ما دام انيميا اتفقنا ان احنا نقرا الثلاثه اللي بعدهم اللي هم الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. طلع الام سي اتش 66، او ما دام 66 دي مايكروسيتيك، اذا كريات دم حمراء صغيره، وبالتالي العمليه الام سي اتش سي كمان اقل من النورمال رينج، فبالتالي اذا في معنا هايبوكروميك. طيب الان سؤال حينطرح، السؤال الاول، الان الار بي سيز ممكن طبعا تطلع نورمال وممكن تطلع ديكريز، لكن طلعت هنا نورمال. الان الار بي سيز نورمال،
السؤال اللي حيقول كيف الار بي سيز نورمال وقضيه الهيماتوكريت ديكريز، يعني ار بي سي طبيعي عددها، ليش الهيماتوكريت طلع عمليه ديكريز؟ بالتاكيد الاجابه سهله، لانه الام سي في ديكريز حجمهم صغار، فلان حجمهم صغار طلع الهيماتوكريت كمان قليل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه وهي نقطه مهمه جدا وقاعده، دائما ننظر في قضيه الثلاثه ذول اللي هو الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي الى الام سي اتش سي. اذا كان الام سي اتش سي هو ديكريز، معناها ان الديفكت في الهيموجلوبين فورميشن، وبالتالي نخرج بقاعده اذا كان الام سي اتش سي ديكريز، هذه معناها ان في بروبلم في الهيموجلوبين فورميشن، اذا هنا في ديفكت في الهيموجلوبين فورميشن. هذا بالنسبه للنقطه الاولى. تعالوا نشوف حاله اخرى، الهيموجلوبين 3 الهيموجلوبين 9 والار بي سيز كاونت 3 مليون في المليمتر المكعب والهيماتوكريت 26%، اذا واضح ان كلهم ديكريز، اذا انيميا. زي ما اتفقنا حنقرا الثلاثه اللي بعدهم. قرانا الام سي في 87، الام سي اتش 30، الام سي اتش سي 34. ما معناها؟ معناها نورموسيتيك نورموكروميك. اذا كيف نفسر انه، يعني تخيلوا خليه حجمها طبيعي والهيموجلوبين اللي داخلها مقارنه بحجم الخليه طبيعي وكمان في انيميا، فين المشكله؟ المشكله اولا قبل كل شيء زي ما اتفقنا نشوف الام سي اتش سي، الام سي اتش سي طلع نورمال، اذا المشكله ليست في الهيموجلوبين فورميشن، هذه نقطه مهمه جدا. اذا المشكله فين؟ المشكله واضح انها في العدد. المشكله موجوده في العدد في النمبر. فالنمبر هذا هو علم المشكله. اذا البروبلم موجوده في النمبر، وهذا يؤدي الى ايش؟ الى احتمالات الثلاثه الاتيه، انه قد تكون في هايبو اكتيف بون مارو، فبالتالي البون مارو ما طلعش لكن حجمهم طبيعي والهيموجلوبين اللي فيهم طبيعي، فبالتالي هي نورموسيتيك نورموكروميك. النقطه الثانيه انه يكون انه البون مارو شغال كويس وطلعهم تماما لكن تكسروا، فدي نقول حصل هيموليتيك انيميا. او النقطه الثالثه انه حصل عمليه بلس، حصل هيموريج، يعني بمعنى اخر البون مارو شغال كويس وما فيش حتى هيموليتيك انيميا لكن حصل هيموريج، فبالتالي حجم الخلايا طبيعي لكن لانه نقص العدد فادى الى قضيه الانيميا. تعالوا ناخذ مثال ثابت، الهيموجلوبين 9 والار بي سيز 2 والهيماتوكريت 26، واضح انه كلهم ثلاثه ديكريز، اذا انيميا. زي ما اتفقنا نروح نقرا الثلاثه الثانيين، الام سي بي والام سي اتش والام سي اتش سي. النقطة اللي هي مهمة جدا احنا زي ما قلنا عشان نتأكد ان ما هيش هيموجلوبين فورميشن نشوف الام سي اتش سي، الام سي اتش سي نورمال اذا دي ليست هيموجلوبين او ديفكت في الهيموجلوبين فاريشن. طيب النقطة الثانية واضح انها ماكروسيتيك، انها كبيرة حجمها كبير. طيب الان السؤال اللي حينطرح، الان حجمها كبير طبعا زي ما انتم شايفين الام سي اتش طبيعي، اذا واضح ان الديفكت في النمبر، والديفكت في النمبر معناها انه زيادة الحجم نقص العدد ما يعني ما عوضش زيادة عملية الحجم، أو زيادة الحجم ما عوضش نقص العدد، المشكلة في نقص العدد. صحيح الحجم كبير لكن بالتأكيد ظلت هناك أنيميا، وبالتالي ظل الهيماتوكريت واطي. ليش واطي؟ لأن عدد الخلايا أو النمبر قليل. هذه ما معناها؟ معناها انه هنا في ديفكت في السيل بروليفريشن، معناها في معنى في السيل بروليفريشن في ديفكت، وبالتالي هنا ما نقدر، لو لاحظتوا معنى الام سي اتش 45 ما نقدر نقول هايبوكروميك، وبالتاكيد نقطه مهمه جدا، الخليه كبرت لكن ومع ذلك الهيموجلوبين اللي داخلها زاد، لكن يمثل نفسه يمثل ثلث الخلية حتى لو هي 130 سنتوليتر، الهيموجلوبين اللي فيها طبيعي يمثل ثلث الخلية، لكن إذا هنا العيب، صحيح المشكلة في النمبر لكن هنا المشكلة في النمبر ناتج عن ديفكت في السيل بروليفريشن. طيب الآن احنا اتفقنا الثلاثة الثانيين هذولا، اتفقنا انهم الام سي بيحددوا تايب اوف انيميا اللي هم ام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، واتفقنا خرجنا الان من الثلاث الحالات انه يا تكون معنا مايكروسيتيك هايبوكروميك، يا يكون معنا نورموسيتيك نورموكروميك، يا يكون معنا عمليه الماكروسيتيك انيميا. هذه نقطه مهمه جدا. طيب الان احنا اتفقنا الثلاثه الاولين قراناهم، الثلاثه الثانيين قراناهم، الان نشوف اللي هو واحد. الواحد المهم جدا يكون دائما عيننا عليه اللي هو الار دي دبليو، ار دي دبليو اللي هو ريد سيل ديستريبيوشن ويدث، انه قضيه احجام السايز حق عمليه الار بي سيز، هل هو سايز يعني الفاريشن فيه قليل والا في خلايا صغار وخلايا كبار؟ اذا فيه عمليه السايز معناه فيه انيسوسايتوزس، وهذا كمان بيعمل ديفرنشيشن الانيميا.
في الايرون ديفيشنسي انيميا بيكون في انكريز في قضيه الار دي دبليو، لكن في الثلاسيميا الانكريز اكبر، فبنستطيع ان احنا نعمل ديفرنشيشن اوف انيميا. الواحد اللي بعده الان قرانا رقم ثلاثه، قرانا رقم ثلاثه، قرانا واحد، والواحد اللي بعده، وهذه نقطه قاعده مهمه، البلود فيلم، وهذه فور كونفرميشن، وبالتالي نقول للجميع ما يمكنش تطلع نتيجه لشخص انيميا ما لم نروح نشوف البلود فيلم. قاعده لا يمكن التنازل عنها، لابد نروح نشوف البلد فيلم ونتاكد هل هي ماكروسيتيك، هل هي نورموسيتيك، هل هي ماكروسيتيك، ونشوف شكل الخلايا كيف بالضبط، حتى نستطيع ان احنا نتنبا بالار دي دبليو من خلال شكل الخلايا. اخر واحده اللي هي مهمه جدا هي قضيه الريتكس، والريتكس لها دور كبير في قضيه الدفرنشيشن اوف انيميا، بتستطيع انها تميز لي هل هذه عمليه اللي هي ايرون ديفيشنسي انيميا ولا هي هيموليتيك انيميا. فالآثر ريتكس مهمة جدا في قضية تشخيص الأنيميا، وبالتالي هذا السكيم اللي حنمشي عليه ثلاثة ثلاثة واحد واحد واحد. طيب الثلاثة الأولين أذكر بهم، هيموجلوبين، آر بي سيز كاونت، هيماتوكريت. الثلاثة الثانيين اللي هو الإم سي في، إم سي إتش، إم سي إتش سي. الرقم واحد هو آر دي دبليو، رقم اثنين هو البلاد فيلم، ورقم اللي هو الواحد، والواحد الأخير هو الريتكس. تعالوا الآن لنقطة مهمة جدا واللي نختم بها محاضرة اليوم، هي كيف نعمل creation لسكيم فور أنيميا. وهذا نقطة مهمة، وأنا أرجو أن كل حقيقة السكيم هذا اللي يكون في بال الجميع. الآن تعالوا نشوف السكيم، في معنى هيموغلوبين وآر بي سيز كاونت وهيماتوكريت، طلعوا نورمال أور سلايتلي ديكريز، سلايتلي ديكريز نقول دي غالبا هيموغلوبين فاريانس ونتيجة للهيتروزايجس، ودي حنناقشها إن شاء الله بالتفصيل. طلعوا ديكريز، الهيموجلوبين ديكريز، ار بي سيز ديكريز، الكاونت والهيماتوكريت ديكريز، خلاص احنا في حاله انيميا. طيب بعد كذا نروح على طول نشوف زي ما قلنا القاعده حقنا الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي. طلعوا ديكريز معناها دي ماكروسيتيك هايبوكروميك. فبالتالي هنا نقطه مهمه جدا. هنا نروح نشوف عمليه بالنسبة في البلاد فيلم لقضية الماركد الانيسوسايتوزيس، ونقطة مهمة جدا في هذه عملية الـ MCHC. في حالات الـ MCHC يطلع انكريز، وليس انكريز لخلل، لكن الـ RBC شكلها تغير، فالجهاز يقرأ كمية الـ MCHC انها انكريز. فلما نشوف انه MCV decrease والعملية الـ MCH decrease، لكن شفنا الـ MCHC increase، هذه معناها وكمان في ماركت الانيسوبيكولوسايتوزيس، هذه على طول تقودنا الى نروح نشوف الريتكس. لو الريتكس عاليه بالتاكيد احنا امام وصلنا الى تشخيص ديزيز مهم جدا وحنتناوله بالتفصيل، اللي هو هيرديتري البايروبيكولوسايتوزيس. النقطه الثانيه طلع عمليه مايكروسيتيك هايبوكروميك، كمان نروح نشوف الريتكس، طلع الريتكس لو او طلع هاي. لو طلع الريتكس لو معنا احتمال ايرون ديفيشنسي انيميا، احتمال الانيميا اوف كرونيك ديزيز، احتمال سيدروبلاستيك انيميا. طلع الريتكس عالي معناها ان في معنا عمليه الثلاسيميا، الفا ثلاسيميا ميجر، بيتا ثلاسيميا ميجر، الدلتا بيتا ثلاسيميا، الهيموجلوبين سي هيموزايجس، هيموجلوبين او هيموزايجس، الهيموجلوبين اي هيموزايجس، هنتكلم عليهم ان شاء الله بالتفصيل. طيب تعالوا نشوف الان انيميا معنا، شفنا الام سي في والام سي في، وشفنا الام سي اتش، وشفنا عمليه الام سي اتش سي، طلعوا دول نورمال، واحتمال يكون كمان في حاله واحده حنتكلم عليها انه الام سي اتش سي انكريز في حاله واحده. وهنا احنا امام حاله الان نقول عليها نورموسيتيك نورموكروميك. على طول نروح نشوف الريتكس. الريتكس طلعت عمليه لو، اذا في معنى هنا بون ماروفيليا. فنروح نشوف عمليه نعمل بون مارو بايوبسي، طلع عمليه انه في الامبتي ما فيش فيه اي خلايا، نجي نقول بي ابلاستيك انيميا. طلع انه في انفلتريشن، دي معناها انه قد يكون في تيومر او في من عائله بنسميها احنا الاوزس. لما يطلع الانفلتريشن في معناها ساركسيدوزس او الاميليدوزس او عمليه تيومر. طلع عمليه الريتكس هاي، الريتكس هاي على طول مباشره نروح نشوف هل في اكيوت بلاد لوس. اذا في اكيوت بلاد لوس خلاص شخصنا الموضوع، وبالتالي هذه ناتجه عن عمليه الهيمورج. ما فيش اكيوت بلاد لوس، اذا دي ما فيش، معناها دي هيموليتيك انيميا. فبالتالي لما هي هيموليتيك انيميا نروح نشوف الهيموجلوبين يوريا ونشوف الهيبتوجلوبين. موجود هيموجلوبين يوريا وموجود عمليه الهيبتوجلوبين ياس، معناها دي انت الان في انترا باسكولار هيموليسيس.
فبالتالي لكن لو في نورمال انه ما فيش هيموجلوبين يوريا وكمان الهيبتوجلوبين نورمال، معناها انت الان في حاله اكسترا فاسكولار هيموليسيس. تعالوا نشوف الانترا فاسكولار هيموليسيس، نشوف الشيب اوف ار بي سيز. ونقطه مهمه هنا، كل الانترا فاسكولار هيموليسيس اليورين دارك، هذه نقطه مهمه جدا لابد تكون. ليش؟ لان فيه هيموجلوبين يوريا. طيب تعالوا نشوف الان الشيب اوف ار بي سيز. طلع اول حاجه في معنا حاجه مهمه جدا، في مس ماتش بلاد ترانسفيوجن على طول، دي المفروض نعرفها من الهيستوري، انه اخذ بلاد ترانسفيوجن على طول نشخصها وعرفناها على طول. لو طلع عمليه سكل، شكل السل سكل، على طول نعمل سكلينج تيست ونعمل هيموجلوبين الكتروفوريسيس وخلاص، ونخرج بالتشخيص اللي هو سكل سيل انيميا. طلع قضيه انه سفيريكال، لو سفيريكال نروح نعمل كومب تيست، طلع الكومب تيست بوزيتيف دي على طول اي جي ام، دي على طول اللي هي بنسميها عمليه الكولد اوتو اميون هيموليتيك انيميا. لو طلع عمليه نورمال ونروح نشوف عمليه بحاجه بنسميها هام تيست، وكمان في بانسيتوبينيا دي على طول شهيره جدا البروكسيمال نوكتورنيال هيموجلوبينوريا. طلع بايت سيل او فيها هينز بادي، نروح نشوف عمليه الجي 6 بي دي طبعا افتر 2 ويكس من الريكفري، اذا طلع بوزيتيف معناها دي ان الجي 6 بي دي ديفيشنت. طيب الان تعالوا نشوف الاكسترا فاسكولار هيموليسيس ونشوف الشيب اوف ار بي سيز. طلع عمليه الليبتوسايتوزس، الليبتوسايت شكلها على طول دي هيرديتري الليبتوسايتوزس، طلع شكلها عمليه كمان سيكل سيل. طبعا سيكل سيل على طول نروح نعمل سيكلينج تيست وعلى طول نعمل الكتروفريسيس اللي هو طبعا بالكابلري الكتروفريسيس، ونروح هنقول دي سيكل سيل انيميا او سيكل سيل تريد. طيب في سفيريكال، السفيريكال دي نروح على طول نعمل هيموجلوبين، نعمل كومب تيست، طلع الكومب تيست نيجاتيف دي على طول نستخدم حاجه بنسميها اما اللي هي بديل الاوزماتيك فراجيليتي، واذا طلعت حتطلع عمليه الهيرديتري سفيروسايتوزس. وطبعا هذه اللي قلنا عليها الحاله في النورموسيتيك نورموكروميك ان الام سي اتش سي انكريز في حاله الهيرديتري سفيروسايتوزس. طلع عمليه البوزيتيف الكومب تيست اذا واي جي جي، معناها دي انها الورم اوتو اميون هيموليتيك انيميا. طيب الان نشوف الحاله الثالثه اللي هي انكريز في الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، دي ماكروسيتيك. ما دام ماكروسيتيك على طول نعمل بون مارو بايوبسي. بون مارو بايوبسي هنشوف في البون مارو ميجالوبلاستيك، ولما نقول احنا ميجالوبلاستيك ما يمكنش نقولها الا هي في البون مارو. ونعمل عمليه تاكيد اللي هي الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد، وكمان عمليه النيتروفيل في تكون اكثر من من 5 لوبز. وهنا نقطه مهمه، ساعات يجون الناس يقولوا كيف نروح نعمل بول مارو؟ ما ممكن نقيس الفيتامين بي 12 ونقيس الفوليك اسيد، لو طلعوا ديكريز وكمان عمليه في البلاد فيلم شفت النيتروفيل اكثر من 5 لوبز، خلاص دي ميجالوبلاستيك. هذه واحده من الابروتش. كمان طلعت عمليه في البول مارو ان ما فيش نون ميجالوبلاستيك، هذه احتمال تكون قضيه في ليفر فيلير، قد يكون في عمليه الهايبوثايرويديزم، قد يكون في عمليه ان الشخص ده الكوهوليزم. هذا السكيم اللي هو سكيم الانيميا. انا في الحقيقه هنا لا يسعني الا اني اشكر واحد من طلابنا الاعزاء اللي هو الدكتور هلال الشعيبي، اللي حقيقه هو معه ماستر في الميكروبيولوجي وماستر في الهيماتولوجي، تشاورت انا وياه في هذا السكيم، والامانه كان له بعض الملاحظات انا يشرفني كثيرا اني انا اشكره واقدم له الشكر الجزيل. ومن الاشياء اللي افتخر فيها انه في طلابنا اصبحوا حقيقه طلاب مبدعين ومتميزين. وبالمناسبه هذه ايضا لا يفوتني ان اشكر حقيقه اثنين من طلابي وانا في تصوري الان اصبحوا زملاء، اللي هو الدكتور عارف نعمان والدكتور وليد الكسار. بالتاكيد انا يمكن عملت في 2018 دوره في الريسيرش ميثودولوجي عند الاستاتستكس، الان اصبحوا الاثنين حقيقه ما شاء الله اي امر في الاحصاء ارجع لهم، اي امر في الديزاين ارجع لهم. غير كذا انا مهتم بالكواليتي ميديكال اديوكيشن، اي شيء في الكواليتي اتشاور معهم، وهم من الناس المبدعين. وانا في تصوري هذا شرف لعضو هيئه التدريس اللي يكون معه طلاب يستطيعوا انه يكملوا هذه المسيره، فلهم كل الشكر وكل التقدير. ان شاء الله في المحاضره القادمه حنبدا بالمايكروسيتيك هايبوكروميك وحنتكلم عليهم بالتفصيل. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.